هذا مسجد الصناعية بمحافظة الخرج. إيه؟ هذا الأخ حصل المصاحف دورة المياه. داخل دورة المياه 5 حمامات مليان. أيوة. كما إن الله سبحانه. كلام 5 حمام البويا مية. خرجناها وغسلناها ودحين بنطيبها. الله نزلها في نزل القرآن في إيه؟ رمضان. وهذا نزل القرآن في الحمام في رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس مسلم هذا. لا حول ولا قوة. شوف بالله. كم عددها هي 5 مصاحف؟ يمكن حوالي كذا. حصلتها في ال. والذي راحت تحت. الذي خلوا على خرا. أيوة. ما قدرنا نخرجها. هذا واحد راح بعد الصلاة جاي يكلم إحنا. أيوة. ورجي لك الذي ملطخ خرا والذي قد مشوا نوي فوقها. هذه بس إحنا الرجال حد خليت الهندي يأخذ ينتهي كيس. ويأخذها. طلعناها وصلناها الحين بنطيبها. الله يجزاكم خير. الله شوف هذا حسبنا الله عليه. يا أما هو شعوذ يا أما مسلم مريض ولا هم كافر. كافر ما هم مصيبة كارثة. هذه طبعا مصاحف وجدت في مسجد الصناعية في محافظة الخارج والأخوة الصناعية الجديدة والأخ اسمه المؤذن عبده طلعهن من دورات المياه وال محمد ايش؟ ساجد محمد ساجد دي شغال في المسجد. الله يجزاكم خير. يلا شكرا لكم يا الله يجزاكم خير.